بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. ليهلك القرى المجتمعات، لأن القرون شيء أجيال ومجتمعات بشكل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، إذن إهلاك القرى وهي صالحة ظلم، والله يتنزه عن هذا. كمان مرة الآية اللي بعدها، مين؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش معنى ظلم البعض من هذا المجتمع، الله سبحانه لا يهلك مجتمع بظلم البعض طالما المعظم مصلح. لا، هنا الطبري يا أحمد حاول يقول انه الباء هون سببية، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بسبب ظلمهم وأهلها مصلحون، فقال الظلم هون بمعنى الشرك، ولذلك بعض أهل التفسير مشي مع الطبري بهالموضوع انه الباء سببية هون. ما هي الباء اما من لها معاني، من ضمنها الملابسة، الكاتب نيجي للملابسة بعد ما نخلص باء السببية، بسبب ظلم مهم. الطبري أول من قال بها، يعني ما هو بتعرفه قديم، الطبري وفاة 310 وهو شيخ المفسرين، والغريب أنه قبل هذا ومشي بعض المفسرين على هذا أساس، ولذلك اضطروا أنهم يقولوا أنه الظلم هون بشرك، الظلم هون بشرك، أنه الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرية أي مجتمع بمجرد أنه مشرك طالما أنه مصلح. طيب ما هو يعني إذا كان مشرك كيف بده يكون مصلح في النهاية؟ ما هو يتولد عن الشرك ظلم، وإن الشرك لظلم عظيم. هم قالوا فسروا ظلم، طب كيف هو قال بظلم، وظلم منكرة يعني مش محدد ظلم بعينه، لأنه قابلها إيش وأهلها مصلحون، إذن كيف بدهم يكونوا هم ظالمين ومصلحين في آن واحد؟ إذن هذه الباء مش صحيح إنها باب السببية، وإنما وما كان ربك ليهلك القرى متلبسا بظلم، هذا يتنزه عنه الخالق وأهلها مصلحون. كيف يعني؟ هو قال لك أصلا في آية ثانية ما بهلكها إلا لما تكون ظالمة، وحتى ما بهلكش الغافلة، حتى الغافلة ما بهلكها حتى يبعث رسول، ولذلك إيش قال سبحانه وتعالى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومش بس هيك، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، دققوا معي، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم، لاحظوا أرسل، دققوا معي، أرسل جاء الرسول ما تجاوبتوش فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بلكي شو معنى تتضرعون على فكرة؟ يعني يلينوا هيك، لاحظوا، يلينوا ويتذللوا ويطلبوا، لأنه التضرع فيه طلب بس مع ذلة، التضرع فيه طلب وفيه لين على فكرة، ولذلك دائما ضرع الشاة لين، إذا بتلاحظوا لين كثير، وبعدين بنصير لأنه لين نطلب منه وبصير يعطينا ها، وبتكون الدابة ذلت هيك وكلت لك احلب ها، الضرع هذا ضرع الدابة، تمام؟ بتكون ايش؟ اطرى اشي على فكرة، هيك بتحلب كأنك يا شيخ فهون عرف لانه اكثر الشباب ولا بدروا شو الحلب، ولا وبعدين هم اصلا ناسين من ايام امهم زمان لما كانوا صغار، فهون المهم لعلهم ايش يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لانه اذا تضرع معناته ذل وخشع وطلب ها هيو تاب وآب. فلولا اذ جاءهم، هيها فلولا كمان، جاءهم الماضي ها توبيخ تنديم، فلولا اذ جاءهم ولكن تحضيض لنا، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب كملوا، ولكن قست قلوبهم
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتبهوا الآن. شو الخطة؟ شو الخطة؟ نبعث رسول. طب والرسل اليوم في موجود؟ اليوم موجود في الأمة اللي مليارين، وفي العالم عدد من الدعاء إلى الله يفوق كل الأنبياء والرسل عبر التاريخ كله. يقومون بالحجة بألفنا تخاطب كل الأمم صارت، وكل ما تطورت البشر والتقت في صار العولمة هاي انسوا، الإسلام راح يقتحم. هم خططوا العولمة لأغراض، وصارت حتى أمريكا الآن بدها تكفر بالعولمة بعد ما شافت اش أمور كثيرة. طيب المهم، ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طيب ما استجابوش، شو صار؟ فلما نسوا ما ذكروا به، مين اللي ذكرهم؟ الأنبياء أو الدعاء في عصرنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا إيش؟ تبهتوا الخطة كيف؟ أول شيء من يجيهم بيجيهم الرسل برفضوا، لا بأساء ضراء، شد عليهم شد، هذول ما تضرعوش، هذول ما تذللوش، هذول ما استجابوش، أعطيهم الآن. شوفها شد عليهم بعدين أعطيهم، ما هو بلكي أمي بلكي تزبط معهم هذيك كمان. لحظة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، من كل الأنواع على فكرة. خذوا حتى لا يغتروا الناس اليوم، يقول لك هيا الله معطيه. ها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وصاروا إيش؟ قال لك انبسطوا تمام وكل شيء تمام. ها بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يأس مع حزن، لأنه خشوع حزن ليش؟ بكوا في سعادة وبكوا في رفاهية وبكوا في كذا ومبسوطين ومش منتبهين. هم ظنوا أنه لما الله بيغضب يعني هو، لا لما شد عليه لما شد عليهم بأساء والضراء بلكي ما زبطش. خذوا هذولا أثريتهم إيش؟ صاروا يرافصوا والدنيا بتوسعهم مش فرحانين إيش؟ مش فهمانين أنتوا يبدو. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، اللي هو اليأس الشديد شديد، شدة يأس مع حزن، حزن على ما فات. تمام؟ هذه دير بالكم ها من قوانين الله في المخلوقات حتى لا يغتروا بعض الناس، يقول لك شوفوا هذا فاسق وفاجر ومرتشي وظالم وكذا، وشوف شوف 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 المليارات، ما انتوا صحيح شايفين المليارات؟ ما هو برضو كان لازم نكمل الآية اللي هي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا هذول نهو. هذه بسموه استثناء منقطع. كيف لما قلنا جاء التجار إلا البضاعة، البضاعة من جنس التجار؟ لا، هذا بسموه منقطع، هذا بسموه استثناء منقطع يعني مش متصل. أما جاء التجار إلا التاجر الفلاني، هاي متصل، ما هو التاجر هذا من التجار. تمام؟ هون استثناء منقطع، وبديش أخوض فيها كثير واحتمالاتها. إلا قليلا، طب هذولك ما نهوش، كيف هذول استثنيناهم؟ هذول اللي استثناء منقطع، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إذن هذول اللي نهوا أنجاهم. كيف نجوا؟ ما هو في النهاية بموتوا وفي النهاية يقتلوا وفي النهاية كذا، كيف نجوا؟ دنيا وآخرة، نجوا من الوقوع في المحظور بسكوتهم، ونجوا من أنهم يكونوا ظالمين، ونجوا تفاصيل. إذن ديروا بالكم، اللي بينجوا حقيقة دنيا وآخرة هو الذي ينهى عن الفساد. وقلنا النهي هذا، والآن فلسفة الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وشوفوا قديش مهم في الدين
الامر المعروف والنهي عن المنكر. فبالتالي لازم يعرف كل مسلم انه هو حسب قدراته وقديش عنده طاقة يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ويحصل كمان المعرفة كيف يأمر وكيف ينهى، ويكون قادر على. وقلنا لكل مقام مقال، وفي كما قلنا فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، واتبع، لاحظوها، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيوة، إذن أترفوا، إيش هي الترفة؟ الترفة النعمة، والترف، الترف يعني التنعم، والتنعم الزايد والتوسع فيه. الترف التوسع في النعمة هيك، وإيش واللذائذ والمتع. طب وماله؟ افهموا عليها. طب وماله؟ في نعم ومن روح فيها. ما هو دير بالكم مسألتين هذه مهمة الآن. ليش صار معنى المترف؟ ليش صار معنى المترف يعني البطران والطاغي؟ شو علاقة المترفين بالطغيان والبطر؟ ليش؟ مع انه اصلا الترف في حد ذاته هو تنعم وتوسع في التنعم، تنعم وتوسع في النعم الموجودة، توسع فيها. دققوا معي الان، في ناس بتوسعوا في التنعم، دققوا الان، في ناس بتوسعوا في التنعم بدون، او دون، بلاش الباء غلط هاي في اللغة، دون انهم يكونوا ايضا في صلاة وصيام وزكاة وتحصيل تقوى وكذا، مشان يصير عملية ايش؟ ايش بيعمل التنعم هذا والتوسع فيه؟ شو ممكن يعمل في النفس؟ بيجي شو اللي بردها؟ البرنامج الديني. يعني هذا بيظل مضبوط. بس تصوروا لما يكون ما فيش عنده هذا البرنامج، ومتوسع في التنعم واللذائذ والمتع، هذا شو بصفي على فكرة؟ هذا الذي يطغى والبطران، وممكن يؤدي إلى أن يكون مجرم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، لأنه أترفوا هاي معناته في إشي أترفهم، معناته سمح لهم يتوسعوا وروحوا فيها، وسمح لهم. كيف لما قريت الآية قبل شوي، الآيات أعطاهم، طيب ما أترفوا فيه، إذن تنعم. طيب وين التربية؟ تنعم بدون تربية وبدون ضوابط وبركات، ما هو برضو الصيام مناقض للتوسع. الصيام اللي هو مفروض فريضة شهر كامل وغير النوافل، هي ضوابط لإيش؟ للتوسع في التنعم المتعلق به الشهوات، شهوات الأكل وشهوات الجنس وشهوات طب والتوسع اللي شايفينه في أمم الآن، دون أنه يكون في ما يربيها ويحصنها، شو اللي بصير فيها؟ صرتوا تشوفوا العجب، وبيخترعوا اختراع في الفسوق والظلم والبطر، وحتى النعمة تتفاجأ أنت في الإسراف اللي بتم، والتبذير وقسوة القلوب وعدم العطف على الفقير، وتفاصيل طويلة، وقتل وبيع أسلحة مشان أصير عندي مليارات أكثر، ولو قتلت شعوب بكاملها بينتج عندك بشر مجرمين. تستغرب أنت لو كانوا المسلمين هم الدول العظمى اليوم، على فكرة ما في فقير في الأرض كلها ولو كانوا كفار، لأنه المسلم ما ممكن، حتى لو كان متوسع هو، ثم هو أصلا لا يتوسع ولا يسرف، واحنا ولا حتى لو متربي، لانه تربية السوية بتخليه يكون متوازن، صح؟ تنعم ضمن توازن، تمام؟ ولذلك انتبهوا، هاي قضية مهمة في التربية، مش انه يروح في نعم والتلذذ وكذا الاخري، حتى لو كان منضبط في ايش؟ في العبادات وفي القيام وفي كذا، وهذا صوم وهذا صلاة وهذا ذكر وهذا قراءة قرآن وهذا فهم وهذا علم وهذا كذا، بضبط هذا الكلام، برضو التوسع في التلذذ مفسد للإنسان. كيف لما يكون فيش دين؟ وهي عندنا أمم بكاملها، وهم اليوم على فكرة
ملاحدا اللي قاعدين بيظهروا في دول الخليج وغيرها في ملاحد وهم قلة. وعلى فكرة احصائيات من قبل 6-7 سنين عالمية الالحاد في العالم كله بزج على 2% في العالم كله مسلمين وغير مسلمين الالحاد ما بزج على 2% ولا بدأ يظهر قرنه في المجتمعات المترفة يظهر قرنه. ولذلك شفتوا الان تسمعوا منهم عجائب مجرمين وصاروا يقفزوا على الدين وصاروا يظهروا الالحاد. ومن زمان على فكرة فضائياتهم واعلامهم بيخدعوك بشوية بيجيبوا برامج دينية بس لما بتطلع بتجد كله في عالم الفساد وعالم عالم ايش الالحاد وخطط لهم على فكرة كيف يوصلوا الناس للالحاد. والمتابعين من زمان بيدركوا انه هذول الناس اللي بيسموا حالهم مسلمين الطغاة اللي بدهم يظلهم على العروش وهي بدأ الله يكشفهم قديش مفسدين وقديش مجرمين كل يوم بكشف لكم اياهم وكل يوم راح تشوفهم اكثر واكثر حتى يسقطوا. كل هذا على فكرة نتيجة ايش على فكرة نتيجة اتراف انه راحوا في الشهوات والتلذذ والمتع وانتم تسمعوا فبدأ يظهر عليهم الالحاد ويظهر عليهم الاجرام وين في حق بدهم يقتلوه وين في حق بدهم يتعامروا عليه. ما بتشوفوا الان همهم الوحيد انه وين في حق بدنا نقتله ليش مجرمين بهذه الطريقة. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. هيهم في العالم كله الالحاد الدراسات من قبل 6-7 سنين بس 2% دراسات غربية يعني. هذول الان المترفين ابحثوا فيهم تجدوا اكثرهم قد ما انه يتحاول حتى في الاخير قالوا لك وشو هالدين وخلصونا هم اصلا ملاحدة من زمان. هيكم شفتوا قديش صاروا يقفزوا على الدين. لكن انت لو كنت واعي وبتشوف اعلامهم من زمان كيف كان يشتغل اصلا مين اهل الفساد فضائيات مين اللي بدها تفسد الناس وادخلت الفساد لكل بيت ها ومين هم اللي بيقتلوا الدعاء الى الله مين اللي بيكبتوا كلمة الحق هم. طيب ايش بده يصير الان عم بيكشف لكم الله سبحانه بيكشفهم وهم في طريقهم الى الهلاك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.